مرحبا برج الثور، أهلا فيك في قراءتك العمل. هذه القراءة راح تصلح حق الشمسي الطالع وأيضا القمري، ممكن تكون معكوسة خصوصا في الجوانب العاطفية. أول شيء راح نلقي نظرة إلى الجانب العملي ومن ثم الجانب العاطفي، وأي أخبار أنت منتظرها في المستقبل. عزيزي برج الثور، نبتدي معك بالجانب العملي وهو جانب المال والأعمال، الوظيفة، الدراسة، المشاريع اللي أنت موجود فيها أو مقبل عليها. ما هي التطورات اللي أنت تتوقعها خلال شهر يونيو؟ وأول كرت راح أسحبه راح يكون حق الطاقة الحالية. الطاقة الحالية لبرج الثور، طاقتك جدا جميلة يا برج الثور. الطاقة اللي راح تحتاجها ملك الأكواب، ما بين ملكة السيوف وملك الماء أو الأكواب، تذكير لك ألا تنسى جانب التعاطف، جانب الرحمة وجانب الحب في حياتك. النتيجة عجلة الحظ. عزيزي برج الثور، راح ابتدي معاك في عجلة الحظ هني لان اول كرت قاعد يجذبني في القراءة، وايضا راح اقوم بتوضيحها. عجلة الحظ هني تبين لي ان مش فقط حظك على وشك التغيير، انت اللي قاعد تشوفه هني ان حظك ابتدى يتغير او راح يتغير الى الافضل ان شاء الله بداية بشهر يونيو، ولكن اللي انت مش مدركة بان هذا الموضوع ليس مسألة حظ، هذا مسألة قدر. قدر عندما تحصل على فعلا ما تستحق، الكوبين تبادل الاكواب. مثلا انت حصلت على، اشوفك هني، فرصة عمل، فرصة استثمار، نجحت أو على وشك أن تحصل على ما تستحقه من أموال. نجاح هني، نجاح أكثر من أموال واستقرار وحق ضائع لك من الناحية المالية. عندك حق ضائع، عندك شيء اجتهدت فيه من زمن طويل وتو الحين ابتدى يرجع لك. المسألة كانت ليست مسألة حظ، وأنت دائما أشوفك هني تندب حظك يا برج الثور، هي مسألة أنك ستحصل على اللي تستحقه خلال هذا الشهر. ستحصل على الشيء اللي أنت طالما رغبت فيه، ولكن هذا الشيء نفسه كان ممتنع عنك. أنت أيضا تفكر أنه بسبب أطراف خارجية، تدخلات خارجية. أبدا قاعد تلوم أشوفك المحيط الخارجي، ولكن تأكد أن عجلة الحظ هني تعني القدر. كان مكتوب لك ومقدر أن ما تحصل عليه إلا الحين بهذا الشكل، هذا هو واقعك. هني ملكة السيوف، ملكة السيوف اللي تدخل شهر يونيو، طاقتك الحالية كأنما أشوفك شوي مندفع، مريت بتجربة سيئة، في أحد خذلك في محيط العمل أو حتى ممكن حتى في محيط الدراسة، أحد خذلك أو قام استغلالك، قام بخذلانك، فأنت هني صارت عندك ردة فعل عكسية، دائما تتوقع الأسوأ من الناس، تتوقع أن أي شخص يأتي في دربك يريد أن يستغلك. خلينا نوضح ملكة السيوف هذا الكرت. نعم، لأنه بسبب ردة فعل، لأنه بسبب احتمال أنك دخلت في شراكة وخسرت، وثقت في شخص من الناحية العملية، ائتمنت على عملك، على أسرارك في العمل، على خبرتك، تمنت حتى على أموالك، ولكن هذا الشخص خذلك. لذلك أنت مبتدي هذا الشهر وعندك طاقة شك، طاقة لن أثق إلا في نفسي، مسلح نفسك بالسيف. ليش تشوف أول شيء ملكة السيوف ومن ثم مبنية على طاقة، لأن هذه هي الطاقة القديمة، طاقة السيف الأول، هي طاقة الحقيقة. اكتشفت شيء عن شخص، وهذا الشيء سبب لك مثل ما قلت لك ردة فعل عكسية، خلاك دائما الحين في وضعك الحالي تتوقع الأسوأ من الناس، تتوقع أن الناس راح يخذلونك، تتوقع أن راح إحنا نقول يأخذونك لحم يقطونك عظم، هذا اللي أنت قاعد تتوقعه. من أجل ذلك أنت تحرس نفسك بالسيف اللي اكتشفته خلال الشهر الماضي أو حتى الفترة الماضية. أتتك أخبار، Page of Pentacles، الخماسي الصغيرة، أخبار، يخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش. انكشفت لك حقائق عن أشخاص، حقيقة وضع شخص أنت كنت مفكر حليف، هني أشوف تحالف، زميل في العمل،
زميل في الدراسة، شريك معك في البزنس، أو شخص أنت احتمال لحد الآن تفكر أنه إلى جانبك. ممكن تكون ملكة السيوف. هي النصيحة لك خلال هذا الشهر أن لا تثق إلا بنفسك. في أشخاص محيطين فيك طاقتهم خفية مش موجودين، ولكن في نفس الوقت أثروا عليك، أثروا على وضعك العملي. كان تأثيرهم موجود ولو أنهم في القراءة مش موجودين، ولكن تأثيرهم موجود. خلنا نشوف أربعة الأغصان. ما راح أخذ الكرتات لأنها كثيرة، ولكن هذا الكرت سقط لوحده. ستة الأغصان. مثل ما قلت لك هني أن الموضوع قدر عليك في النهاية، وإن كنت هني شوية يعني إلا ما التجارب تؤثر علينا يا برج الثور، إلا ما إحنا شوي نتخوف من الآخرين بسبب الأمور اللي مرينا فيها في الماضي، طاقة الماضي، الماضي السيء اللي أثر عليك. أنا أتكلم هني لبرج الثور، كانت طاقته جدا عفوية، جدا نقية، جدا يثق في الناس، والحين صار العكس، صار يتخوف من الناس دائما. أول ما أي شخص يتقرب منه حتى لو يحاول يساعده دائما يقول ما الذي تحاول أن تأخذ مني؟ أنت هني مسلح نفسك بسيفك، ولكن عليك أن ترى المستقبل اللي أنت تنتظره. هذا هي طاقة المستقبل. المستقبل اللي أنت تنتظره في أربعة الأغصان طاقة الأساس الصلب، وستة الأغصان طاقة الانتصار. هنا عندنا عجلة الحظ وأيضا القدر. مهما أي شخص حاول أن يتدخل في شيء مكتوب لك، في شيء من رزقك، ما في أحد راح يأخذه منك. عليك أن تثق، لأن لما أنت تثق راح تكون شوية مستعد أن تنزل الحائط اللي خليته بينك وبين الآخرين. راح تنزل شوية هذا السيف وتحتك بالناس وتكون عفوي وترجع إلى طبيعتك المعتادة. أشوفك حتى هني أنت مش مرتاح في الوضع اللي وصلت له يا برج الثور. النصر حليفك. لا يمكن لأي شخص مهما حاول أن يؤذيك أن يأخذ منك، إنه يأخذ منك شيء لم يكتب لك. لما تفهم هذه الحقيقة يا برج الثور راح تكون سعيد، راح تكون متقبل، راح تكون متوكل على الله، واثق بالله، بدل أن تظل هني في طاقة السؤال وطاقة الشك وطاقة اللوم. حتى عندك طاقة لوم تقول لولا فلان، هني عندك طاقة تقارن أيضا نفسك بالآخرين. لولا فلان اللي أنا ساعدته قبل كم سنة هو الآن وصل إلى وضع أفضل مني، لأني ساعدته، لأني استنزفت طاقتي في مساعدة الآخرين بدل أن استنزفها في مملكة الخاصة. هذه الملكة قاعدة تقول هذا الكلام. ولكن اتأكد أن ما في شيء كتب لك في اللوح راح يأخذها شخص ثاني. فلا تبتعد عن طبيعتك الطيبة اللي تحب الناس وتحب فيها مساعدة الناس. هذه دائما كانت حقيقتك، كانت أساسك. هذه الطبقة اللي بنيت عليك، طبقة الشك، هذه طبقة مكتسبة، ليست حقيقتك أنت يا برج الثور. طاقة سلبية أبعدها عنك، ولا تقارن نفسك بالآخرين. هذا الشخص اللي أنت ساعدته، اللي أنت وقفت معه، كان له مكتوب خلال هذاك الوقت وقبلك حتى أن يصل. كان سيصل، كرت الانتصار، كان سيصل بك أو بدونك، أنت مجرد كنت وسيلة في حياته. فشوية ابتعد عن اللوم، ابتعد عن الشك، إنزين. وهني أشوف أن وقتك الخاص كأنما حان، ولكن هذه الطاقة لحد الآن لم تتوفر لك، لأنك لم تخرج من طاقة اللوم، الشك، المقارنة. لما تتخلص 100% من محيط هذه الطاقة وتأثيرها عليك، راح تستطيع أن تجني ثمار اللي أنت بينك وبين نفسك تقول أنا أستحق هذه المكانة. أشوف هني أكثر من الأموال نفسها. أتكلم مع برج ثور مهتم بمكانته، بالمنصب، بوين وصل في الحياة، النجاح، التفوق. ما يهمه فقط التفوق، يهمه أي درجة من التفوق. قاعد يقارن نفسه بأقرانه، بالأشخاص اللي ساعدهم والتقى فيهم في الطريق. خلنا نوضح آخر كرت، ملك الأكواب، وهي الطاقة اللي راح تحتاجها، طاقة التعاطف تجاه نفسك وأيضا تجاه الآخرين، طاقة الماء، طاقة المسامحة. ستة الأكواب.
ستة الأكواب جنبها الكوبين، دائما نتكلم عن الرجوع إلى حقيقتنا، إلى النفس. تذكر من أنت كنت في بداية المشوار قبل هذا كله، وأيضا أبعد عينك وتركيزك عن المؤثرات. أنت هنا أشوفك قاعد تفكر في المؤثرات، هذا هو منزلك صح؟ أنت موجود داخل المنزل ولكن طاقتك مشتتة خارجه، دائما تفكر في المؤثرات. ابتعد عنها وركز على محيط منزلك، يعني ركز على أنت ماذا تريد أن تنجز. لا تفكر أن لأن شخص ثاني قاعد يحاول معناته أنت ما راح تقدر تحاول وما راح تقدر تنجز. عجلة الحظ ننهي فيها القراءة كما ابتدينا، تقول لك تبادل الكوبين. نعم قلت لك الطاقة متوفرة من أجلك، ولكن لازم تكون أنت ذكي في طاقة السيوف، طاقة العقل. لازم تستوعب أن الطاقة متوفرة، ولكن الطاقة راح تعطيك اللي أنت تعطيها. إذا عطيت الكون أو إذا أنت فكرت بينك وبين نفسك في طاقة اللوم، راح دائما تكون في طاقة سلبية. راح يكون في تبادل الكوبين، اللي تعطيه أو اللي تخرج في نفسك هو اللي يرجع لك. أنت ساعدت نعم، ولكن مش سبب مساعدتك لهاي الأشخاص أنهم وصلوا. لازم أنت أيضا تتسامح مع نفسك ومع هاي الأشخاص. لما أنت تعطي طاقة إيجابية راح ترجع لك، تبادل الأكواب يكون إيجابي، راح تحصل على ما تستحق أبكر مما تتوقع. الشيء في يدك أنت يا برج الثور، أنت اللي بيدك السيف، عندك طاقة والطاقة متوفرة. هل راح توجهها في اتجاه سلبي، في اتجاه لوم، اتجاه عتاب، اتجاه بسبب فلان ما قدرت أوصل، ولأن فلان سوى ما قدرت أحصل على مرادي، ولا راح توجهها فأنت تبعد كل هذا عن تفكيرك وتركز على ما تريد تحقيقه هنا في المنتصف. لا يهمك القيل والقال. برج الثور أشوفك هنا دائما أنت محيط حديث الآخرين. نعم يأثرون علينا لما يتكلمون عنا ودائما يركزون علينا، هذا شيء طبيعي، ولكن لما احنا في النهاية القرار بيدك، لأن السيف بيدك، انت اللي تقرر هل راح تتجاوب لحسد الآخرين، هل راح تتجاوب للقيل والقال اللي يتعمدون أن يوصلون لك بهدف تشتيتك. كأنما هاي الأشخاص يعرفون أكثر مما أنت تعرف، يعرفون أنك متوجه إلى شيء جميل، إلى نجاح، من أجل ذلك يحاولون أن يشتتونك. ما عليك من القيل والقال والكلام الزائد، فلان تكلم عنك، فلان في جلسة قال عنك كذا كذا، ما يهمك. توجه إلى هدفك خلال هذا الشهر بكامل طاقتك، لا تسمح لها أن تتشتت. أوكي؟ هذا كان الجانب العملي لبرج الثور. رح نلقي نظرة إلى الجانب العاطفي اللي دائما أنتوا تتوقعونه وتنظرونه بفارغ الصبر. الجانب العاطفي لبرج الثور مع الشريك، بغض النظر عن وضعك مع الشريك، هذه القراءة راح تكون عامة وأعكسها بما يناسب وضعك. برج الثور، طاقتك مع الشريك خلال شهر جون. الخماسي الصغير، ليس ما تتوقعه ولكن بداية جميلة، بداية موفقة. انت تتوقع احتمال اكبر من كذي؟ اوكي. برج الثور تنتظر تعويض من الشريك او تكفير عن ذنوبه، ولكن احتمال انه ما راح يعجبك خلال هذا الشهر طريقة تكفيره، اسلوبه، محاولاته، حتى ما راح ترضيك، راح تحس انه دون المستوى ودون ما تستحق. فارس الاكواب، ولكنه يأتي بنية طيبة. هذا الشخص شريكك حتى اذا كنتم منفصلين يحاول ان يراضيك، يداوي جرح بنية طيبة. اوكي، ستة السيوف، احتمال لأن عطاك ظهره
وقت من الأوقات لم يعطيك اهتمام، وآخر كرت السيفين. برج الثور، راح أوضح لك الأمور أول شيء من وجهة نظر الشريك. السيفين، أنت كنت تعتقد أن شريكك له القدرة، عند القدرة، يملك الموارد، شورى في يده، صنع قراره في يده، يقدر أنه هو يقرر وين يأخذ العلاقة، أو يقدر يحقق لك اللي أنت في بالك، هذه هي فكرتك. ولكن أوقات الشخص وإن كانت لديه كل الموارد هني في طاقة السيفين، طاقة الحيرة، ما يملك النضوج العاطفي، ما يملك الرغبة الكافية. هذه هي الحقيقة المرة اللي إحنا دائما نتناقش في كل شيء ما عدا الجانب هذا، جانب الحقيقة. أوقات الشخص يكون مش شجاع بما فيه الكفاية، مش قوي بما فيه الكفاية، لا يملك الدافع حتى أن يحارب من أجلك. في وقت من الأوقات هذا الشخص لم يملك، وإن كنت أنت تشوفه يملك، بس هو فعلا ما كان يملك. يملك الأشياء المادية، نعم، يملك النضوج في السن، احتمال نعم، ولكن ما كان يستطيع أن يصنع قراره في الفترة السابقة. إنزين، وما أعطاك احتمال. أنت هني أشوفك متضايق بسبب أن أخذ هذا الشخص وقت طويل من أجل أن يصنع قراره، ممكن 6 أسابيع، 6 شهور، ولكن قادم في طريقك. من بعد فترة انقطاع قادم في طريقك، فشنو أنت راح تكون ردة فعلك يا برج الثور؟ ردة فعلك أشوفك هني كأنما مش عاجبك العرض. فارس الأكواب بيده كوب يريد أن يعطيك إياه، أنت كأنما مش عاجبك العرض. خلنا نوضح الكرتات. 4 الأغصان، كان في حديث بينكم بخصوص زواج، بخصوص ارتباط. أشوفك هني أنت يا برج الثور قاعد تطالب الشريك بالوضوح. شلون تطلب من شخص الوضوح وهو نفسه بينه وبين نفسه مش واضح فيما يريد؟ ما يعرف وقتها، ما كان يعرف من أنت بالنسبة له وماذا يريد من هاي العلاقة. فعندما طالبته هني بالأجوبة، لما طالبته متى راح يكون في استقرار بيننا، في بيت، في زواج، لم يستطيع أن يعطيك الجواب. ولكن عندنا هني الخبر المبشر، ملكة النار، الملكة القوية العازمة اللي كلها أفعال، كلها أفعال، مستعدة أن تواجه، مستعدة أن تفعل لنفسها ماذا تريد. قلت لك أنت تشوف هذا الشريك أنه يستطيع، عنده القدرة أن يقرر، ولكن الموضوع بالنسبة له نفسيا أكثر من جسديا. جسديا كان عنده القوة، وكان عنده يعني مثل ما نقول الأسباب متوفرة، ولكن هو بينه وبين نفسه كان في طاقة الحيرة، ولكن هو متغير إلى طاقة أفعال. في الفترة القادمة راح أشوف منه أفعال، راح يثبت لك بورود وأيضا بوجوده في حياتك. هذا الشخص أشوفه جدا راح ينضج في الفترة القادمة، ما راح يحب أن يتكلم كثيرا في الماضي، عند طاقة الرحيل من الماضي إلى أمور أهدأ. يريد أن يبتدي معاك صفحة جديدة، ويريد، هو يعرف أن أنت تنظر له على أساس أنه إنسان مصاحب أفعال، مصاحب مواقف، فيريد أن يثبت لك نفسه في الفترة القادمة ابتداء إن شاء الله بيونيو. ملكة النار تريد أن تعطيك الغصن الأول، بداية جديدة. قلت لك هذا الشخص ما يريد يبني معاك على الأساس القديم، هذا عندنا الأساس القديم. في شيء كان بينكم يمنع هو من داخله، حتى روحيا كان يمنع من الارتباط، كان احتمال أن شخص ينفر من الارتباط. علاقتك معاه كلها ماشية أوكي، ولكن اللحظة اللي يسمع فيها كلمة ارتباط هذا الشخص يهرب. الهروب ممكن يكون جهتين، إليك أنت ومنك أنت، يعتمد على الموقف. ففي السابق كان يهرب منك، ولكن هذا الشخص اكتشف مدى افتقدك عندما رحلت، واكتشف ما تعنيه له، اكتشف مكانتك في حياته، ومستعد أن يكون احتمال أنك تتعامل مع شخص من برج الأسد، لأن عندنا الكثير من الطاقة النارية، وأيضا ممكن برج الحمل والقوس. أوكي،
هذه هي الطاقة اللي أشوفها جدا واضحة، ولكن بغض النظر عن برج الشريك، طاقة النار هي دائما طاقة الأفعال، طاقة دعني أبرهن لك ما الذي أنا مستعد أن أفعله في هاي المرة، من بعد ما خذلتك في السابق، من بعد ما كان عرضي لا يليق بمستوى توقعاتك. احتمال أن هني بعد أن كانت في علاقة ثلاثية أو طرف ثالث هو اللي سمح ما بينك أنت وما بينه هو، وهو قادم في طريقك. عندنا كرت الأطراف الخارجية، العلاقة الثلاثية، هو اللي سمح، كان يستطيع أن يوقف هؤلاء الأشخاص أو هاي العلاقة أو هاي الموقف عند حده، يقول لهم لا تتدخلون بيننا، أو ينهي مثلا إذا كان في خيانة ينهي العلاقة، ولكن ما اتخذ أي إجراء. هذا اللي أنت يؤلمك، أنه ما قام فعلا بإيقاف الوقت أو إيقاف الموقف عندما كان يحتاج يتطلب منه. أوكي، احتمال أنك يا برج الثور تحس أنه تأخر عليك، تأخر في اتخاذ موقف، ما أدري ليش أحسك أنت اللي هالمرة، أنت اللي قلبك شوي تسكر عنه أو انغلق عنه، مش مستعد أن تستقبل هذا الشخص. خلينا نوضح ثلاثة السيوف، سبعة الخماسيات. كنت مفكر وكنت مفكر ولكن خاب ظني. تعرف هاي الأغنية؟ كنت أظن ولكن خاب ظني. كنت، لأن المشكلة في توقعاتك. المشكلة في توقعاتك يا برج الثور، هذا هو ما يخبرني به الشريك، أن أنت تتوقع الكثير في القليل من الوقت. ما عندك صبر، هو يراك هكذا، أن أنت ما عندك صبر، ما انتظرته لحد ما يكتشف ماذا يريد وشلون راح يتصرف وشلون راح يعطيك ويقدم لك البداية الجديدة أو الحل. أشوف هني قادم هو باتجاهك وبيده حل أكثر حتى من بداية جديدة، بيده حل عملي، حل ممكن أنت فعلا توظفه وتستخدمونه عشان إنشاء حياة جديدة لبعضكم، مع بعض، حل عملي. احتمال اقتراح، ممكن ان احنا نتزوج بهاي الطريقة، ممكن ان احنا نقنع الاهل بهاي الطريقة، ممكن انا اتخلص من الطرف الثالث بهذه الطريقة. ولكن هني سبع الخماسيات تقول لي ان دائما توقعاتك تكون مخذولة مع هذا الشخص، ولكن سبعة أيضا هو رقم الانتظار. انتظر، خليك حبة حبة مع هذا الشخص، وإن كان ناضج سنا، ناضج وظيفة، ناضج في كل جوانبه، ولكن عاطفيا لحد الآن مش ولا بد، يبي له وقت، يبي له جهد، يبي له شخص صبور. أنت صبور، أشوفك نعم صبور، ولكن عندما يأتي الموضوع للحب تصير قلق، تصير خايف حتى أنك تنتظر الشريك، خايف أن تنتظر ثم تخسر، تنتظر من ثم هو يختار الطرف الثالث. خلينا نوضح آخر كرت وهو الخماسي الصغير. أوكي، كأنما أنت هني عندنا فارس الأكواب مرة ثانية، كأنما أنت هني تقول للشريك أو اللي ترغب فيه خلال شهر يونيو، ان لا تخبرني كم تحبني، عليك ان تريني هذا الشيء، لا اريد ان تخبرني، اريد ان تثبت لي. هو فعلا الشريك متوجه تجاهك، مثل ما قلت لك عند طاقة الافعال، مستعد ان يقدم لك اثباتات، ولكن في البداية طبعا راح يكون مجرد اتصال، مجرد يسأل عن احوالك. برج الثور ركز معي، هذا الشخص طريقته في التوجه أو الرجوع لحياتك مرة أخرى، إنه راح يبتدي باب صغير، يسأل عن أخبارك، يبتدي معاك أحاديث خفيفة، ومن ثم أحاديث رومانسية يذكرك بالمشاعر، ومن ثم راح يكون مستعد إنه يعطيك الحل أو يدخل معاك في صلب الموضوع. أنت هني كأنما أشوفك رح تكون مستعجل وتغلق عليه أبواب الحديث في أول فرصة. خليك هادي، خليك متزن، اسمع منه،
لأن نعم قاعد أحس بشوية تعاطف مع هذا الشخص. احتمال أنك أيضا تتعامل مع برج مائي عقرب سرطان حوت. الأبراج المائية ليسوا كالأبراج الهوائية والنارية وحتى الترابية في مسألة صنع القرار، يأخذون وقت أكثر أو دائما يأخذون وقت أكثر. نعم يأخذون وقت أكثر، ليسوا سريعين في صنع القرار، ولكن عندما يصنعونه يلتزمون فيه. أنت تريد الالتزام، والالتزام في الحياة العاطفية آتي في اتجاهك، سواء كان مع شخص جديد أو مع هذا الشخص القديم. ما تريده قادم في طريقك عزيزي برج الثور، فشوية خل عندك صبر. والحين راح ننظر إلى الأخبار القادمة في طريقك. إذا أنت بانتظار تحاليل معينة، قبول في جامعة، نتائج الامتحانات، أي نوع من الأخبار أنت بانتظارها خلال شهر يونيو راح ننظر إليها. الأخبار القادمة تجاه برج الحوت شهر يونيو. الإمبراطورة، ثلاثة الأغصان، المزيد من الانتظار يا برج الثور. في شخص أو في جهة حتى معينة يريدون أن يختبرونك، ولكن غير عن الاختبار نفسه. إذا أنت أصلا خلاص قدمت الطلب أو قدمت الامتحانات، قدمت التحاليل، هؤلاء الأشخاص يريدون أن يختبرون مدى التزامك بالشيء اللي أنت مقدم عليه. حتى ممكن يكون مقدم على، رشحت نفسك إلى ترقية، رشحت نفسك إلى منصب في المجتمع، منصب في السياسة، ملك السيوف. نعم يريدون أن يتأكدون أن أنت ما راح ترحل لما تلاقي في وجهك أول عقبة. أوكي، عندنا هني ملك السيوف، يريدون أن يعرفون مدى نضوجك واتزانك. في جانب كان مخفي عليك أنت ما تعرفه، أو ما كان مكتوب أو أخبرت به بصريح العبارة عندما قدمت إلى هذا المنصب، إلى هذا الشيء. بغض النظر الموضوع اللي أنت مقدم عليه، هؤلاء الأشخاص يريدون أن يختبروا قوة تحملك، أن أنت فعلا موجود من أجل البقاء، ما راح تنسحب، ما راح تخذلهم في أدائك، راح تكون فعلا متزن. يريدون منك الاتزان، العقلانية. إذا أنت مقدم على الهجرة إلى دولة أجنبية، يريدون فعلا أن يتأكدون أن أنت حتى طابعا وشخصية تتوافق معهم. في الكثير من التدقيق اللي أنت راح تتعرض له خلال شهر يونيو قبل أن تحصل على الموافقة، وقبل أن تحصل على الموضوع اللي في بالك. ممكن يكون حتى يكون تدقيق في امتحانات، أنت خذها كما يناسب جانبك. عندنا هني أربع الخماسيات، أربع الخماسيات تقول لي لا تمنع نفسك من تقديم الأفضل عزيزي برج الثور. إذا أنت ما خاطرت، إنزين كأنما هني عندك نوع من التخوف، تريد أن تقدم على هذا العمل، ولكن في نفس الوقت قاعد تقول ما راح يقبلوني، الموضوع يأخذ وقت، الموضوع يأخذ الكثير من الالتزام، ما عندي وقت. إذا ما راح تخاطر أو تجرب حتى على الأقل، عمرك ما راح تحصل على الأمور اللي أنت تتمناها، الأمور اللي متوفرة عشانك، ولكن تتطلب منك إظهار الجدية. مو الجدية فقط، هني أنت تفكر كأنما الجدية فقط في موضوع التقديم نفسه أو الإقبال على الوضع، الموضوع نفسه. هني يقول لك الجدية في الالتزام، الالتزام والصبر، أن أنت راح تظل منتظر، راح تظل مستثمر، راح تظل تتابع الموضوع لحين ما يتم. يريدون منك، يشوفون منك إلحاح ومتابعة
عشان يتأكدون ان انت جاد. اوكي عزيزي برج الثور، رح ننظر هني الى ما يجب ان تحذره من طاقة او موقف او شخص خلال شهر يونيو. رسالة تحذيرية لك، راقصة الايقاع او راقصة، هذه الرقصة اللي تشكل مثل الدوامة عندما ترقص. الرسالة التحذيرية لك في شهر يونيو، لا تلف وتدور على نفس الموضوع، ان كان موضوع متعلق في الماضي، ان كان شخص من الماضي، ان كان دائما عندك نوع من التفكير انت تحبط نفسك بنفسك يا برج الثور. انت تدور تلف وتدور لنفس الموضوع، تقوم بكل اللي تسويه في حياتك مش متوقع النجاح، دائما عشان تنتظر الفشل، كأنما هنا عندك طاقة تبرهن للناس ان مهما انا سويت انا راح افشل. الخمسة هو رقم شوي يدل على الافتقار. الافتقار هو ليس افتقار مادي، افتقار عقلي. طريقة تفكيرك يا برج الثور لازم جدا تلاحظها خلال هذا الشهر. لا تتوقع الخسارة، لان اللي تتوقع مثل ما قلت لك في طاقة الكوبين، اللي تتوقعه راح يأتيك. توقعت خيرا توقعت شرا هو اللي راح تلاقيه خلال شهر يونيو. انت اللي تشكل الرقص، لا يوجد له طابع معين وشروط معينة، انت اللي تشكل حسب رغبتك وحسب احساسك، فخل احساسك جميل خلال هذا الشهر. راح ايضا اشوف لك الطاقة الحيوانية اللي تحتاجها خلال هذا الشهر. الطاقة الحيوانية لك سي سيربنت، هذا من الحيوانات الأسطورية. إذا تلاحظ الصورة تقريبا نفس الدائرة، نفس الدوامة اللي تشكلها الراقصة هني قاعدة تتشكل هني، ولكن شنو الفرق؟ ليش طلع لك هذا الحيوان الأسطوري؟ هذا الحيوان الأسطوري دائما يتكلم عن إن إحنا نستطيع أن نشكل واقعنا على حسب ما نريد. لازم إحنا نكون حذرين في شنو قاعدين نشكل نفسنا، في شنو قاعدين نسخر مهاراتنا. عندك الكثير من الطاقة خلال هذا الشهر، الكثير من الطاقة اللي راح تكون متوفرة من أجلك، طاقة الطاقة الزائدة راح يكون عندك مثل بونص طاقة خلال هذا الشهر، استخدمه فيما تريد تشكيله لحياتك. إنزين، طاقة تشكيلية، طاقة الخروج من دوامة سيئة والدخول في دوامة خير، دوامة إنجاز، دوامة أفعال. وأيضا نشوف الأفعى هني منغلق على نفسها، في داخل شيء صاير تنغلق عنه. لازم تعرف تغلق طاقتك أو حتى روحك عن الأشياء السيئة، التفكير السيء، التفكير السلبي، القيل والقال، أي شيء يأتي في دربك سيء يبعدك عن الطريق اللي تريد أن تذهب إليه. تعرف متى تنغلق على نفسك؟ ساعات الانغلاق على النفس يكون نعمة وشيء جدا إيجابي، خصوصا إذا كنت يا برج الثور جدا منفتح على الآخرين وسهل العشرة في الفترة السابقة. عزيزي برج الثور.